ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. شغلنا النهاردة في حاجات كلها ثريفت. هنتعلم ازاي نفك القطعة وايه اللي يميز القطعة الصوف عشان اشتريها واقدر ان انا اعملها معاملة الخيط او ان انا اسيبها على جنب كده وهي ما تلزمنيش. اوكي يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض الدرس ده هنبتدي نستخدمه نفكه. هو صوف طبيعي، يعني فظيع بصراحة، وخامته وملمسه ناعم جدا، ولكن طبعا هو ميني درس بالنسبة لي، ان انا طبعا مش قصيرة شوية فمش هيجي عليا، كما ان الستايل بتاعه اصلا حتى مش ستايلي، فانا اخدته على اساس ان هو يكون خيوط. طبعا احنا عشان نشتري 500 جرام او فيما اكتر من نص كيلو خيط هندفع فيه مبلغ عبيط يعني دلوقتي، وده ب25 جنيه كله على بعضه. فال25 جنيه ارخص بكتير وافكه انا احسن من اوجع دماغي واروح اشتري حاجة زي كده. طبعا القطعة دي مش هي القطعة الوحيدة اللي انا اشتريتها، اشتريت كمان البنطلون ده، والبنطلون ده ان شاء الله هنعمله قطعة تحفة، ولكن في فيديوهات جاية ان شاء الله، هو والجيبة الصوف الجميلة دي. فيلا بينا على طول نبدأ في الدرس بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عشان اقدر اقول ان انا هشتري حاجة زي كده او ان انا ما تلزمنيش القطعة دي، انه اشوف الداخل بتاعها. طيب هو يعني مش شكل حلو خلاص؟ لا، مش شكل حلو خلاص، لان انا مش بشتري كده، انا بشتري خيط، وعشان اشتري خيط لازم اعرف ان انا هقدر افكه ولا هيكون هدر وخلاص. زي ما انتوا شايفين القطعة اهي، تمام، متجمعة على بعضها، متخيطة كده او مدموجة بنفس نوع الخيط، اوكي، لكن مش مسرفلة. مسرفل ملوش 30 لازمة معايا زي كده، تمام. هتلاقوا قطعة كده من الجانب، القطعة كده من الجانب يعني ان انا هستفيد بفتلة خيط واحدة بس. بمعنى ايه بالظبط؟ ان انا يعني العرض مثلا بتاع الدرس ده اهو، ده عرض الفتلة اللي هيطلع لي، عرض الفتلة دي متر، عرض الفتلة دي نص، ربع، ايا يكن، هو العرض ده اللي انا هستفيد بيه، وهرجع اخيط الخيط اوصله بطريقة التنظيف بتاعتنا، او ان انا اربط الخيط في بعضيه، وده طبعا هيكون ملوش اي لازمة. تعالوا دلوقتي نفك القطعة دي. طبعا الحتة دي تحديدا هتطلع دلوقتي، هاخد الخيط، وطبعا عشان ما غامرش واقطع من هنا ويطلع ان انا قطعت في قطعة في الدرس نفسه، لا، هروح على المنزلقة اللي معمولة اهي، بتبقى باينة، اوكي، وهروح بالمقص كده وبالراحة خالص عشان ممكن نقص خيط ونرجع بعد كده نزعل، تمام. الطريقة دي كده هبتدي اطلع اجزاء من الخيط. ايه بقى تلقائي هو ايه بدأ يفتح معايا؟ في بعض الحاجات بتكون متقفلة كده ومتقفلة كمان بالخيط على مكنة، فده طبعا حاجة تانية اهو. بصوا، طبعا لازم اعرف الفتلة اللي هتتقص اللي هتطلع منه عشان تقر، لان هو مش هنقدر ان احنا نقطع يعني طول الوقت، هيبقى ممل جدا والفتل هتغلبني، لازم اعرف هي الفتلة دي من فوق ولا من تحت. فهفضل كده معاها شوية لحد ما ايه افهم يعني هي ماشيه ازاي. اهو دي التقفيله اهي كمان، طبعا لازم يعني على الاقل 2% هدر من اي نوع خيط او اي نوع حاجه احنا بنفكها، فده طبيعي جدا، اللي هي الحردات، السرفله، الحاجات اللي هي التقطيع بقى، اللي احنا حتى لما بنيجي نعمل حرده كتف، حرده كولا، بتكون اصلا هي مقطوعه سلفا، فده طبيعي برضو. هنا شايفين هو مش متسيستم من تحت، اوكي، فهنروح ونجرب حظنا فين فوق. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه الفتلة بتاعته لما اجي اكر دلوقتي هتكر معايا كلها، ولكن مداها من فوق مش من تحت، التقفيل بتاعها بادئ من فوق. بصوا متقفل بشكل متقن قوي ما شاء الله. طبعا الناس اللي عندهم عقدة الخواجة اهو، اتفرجوا بقى، ادي الصناعة اهي مصري وما شاء الله على التقفيل، الخامة، وبصوا الفتلة اهي هتطلع كلها حتة واحدة ان شاء الله. طبعا الحاجات دي يعني بناخدها تسالي، مش بناخدها على قلبنا قوي، لا، بنقعد كده نفكك فيها واحنا قاعدين بنسمع اي حاجة يعني، براحة خالص بقى، عشان ايه؟ طبعا الحاجات دي بتكون عشقت يعني انها ملبوسة من قبل، ده طبيعي. شايفين الجمال؟
يعني حتى دي مش هتترمي طبعا، دي ممكن ناخدها نقفل بيها مرة تانية يعني، مش هتقول لا خالص. بس ايه، بصوا لما تضيق معايا قوي مش عايزة تتفتح اعمل كده، فالتعشيقة بتاعته ايه هتقطع معايا وهكذا. بس شايفين اهو، ده بقى اللي انا كنت اقصده، زي ما انتم شايفين كده اهو القطعة اهي، حتة واحدة هستفيد بيها كلها، والفتلة هتطلع معايا واحدة مش هتطلع معايا مقطعة. تمام، طبعا هفك الجوانب بنفس الاسلوب، هفك تحت الباط تمام الكم كده لوحده، وكل حاجة هفكها كده واعملها بكر ضخم الاول. اوكي، بس زي ما انتم شايفين وادي اللون بتاعه تحفة فنية، اللون ده صعب اصلا نلاقيه حتى في الخيوط اللي احنا بنشتريها، فليه لا. الجانب التاني بقى بيكون اسهل، لان احنا فهمنا القطعة اللي معانا ماشية ازاي، بيكون بقى خلاص احنا حفظنا يعني طريقة الحاجة دي اللي معانا دي ماشية ازاي بالظبط. وعلى فكرة ده بستخدمه اساس للف البكرة، فانا بلف فوقيه. زي ما انتوا شايفين اهو تمام، والكم برضو على نفس الفتلة يعني من الجوانب كلها كده، وكمان الكم على نفس الاسلوب اهو، انا بفك فيه فتلة واحدة. اوكي، وكده الكم كمان يكون اتحرر، الكم لوحده اهو شايفين، هو مش مفهوش اي مجهود غير في الغرز بس، لكن هو مفهوش مجهود في التفصيلة، لان التفصيلة اصلا مفهاش اي حردات. نيجي بقى للقطعة دي، ودي هي الوحيدة الحاجة اللي متجمعة كده بالخيط، ولكن ما تتخدعوش يعني، الأول شيلوا السرفلة كده بشكل بسيط تمام، فيعني انتي وكيفك تفكيها بالطريقة دي، أو ان انتي تمسكيها وتروحي قصاها، بس هتقصي بالطريقة دي وتنتظري ان انتي الأول تشيلي بصي الفتل اللي بتظهر دي تمام، اهو تعملي كده لحد ما كل الفتل دي تخلص، وبعدين تبتدي ان انتي تفكي فتل. وما شاء الله الفتلة مش رفيعة، الفتلة تخينة مدموجة كمان وتحفة فنية، كمان الكولا بتتفك بتبقى متجمعة كده اهو شايفين، بدأت على طول تطلع تمام، الضفيرة بتاعتها من بره اهي عشان ما نتعبش نفسنا شايفينها، هننفذ من هنا كده وننفذ من هنا ونشوف الخيط ماشي معانا من انهي اتجاه، على طول باينة اهي. تمام، على طول الكولة اهي بقت القطعتين كده مع بعض، ودي برضو بتتفك تمام شايفين براحة طبعا خالص، ون ايه ونفك القطعة بتاعتنا هتكون احلى بكتير شايفين اهو. طبعا هو بيبقى معشق عشان كده الايه الشدة دي بتفك شوية من التعشيقة، الحركة الرخمة دي هقول لكم ليه بسبب الليبل تمام، فهفك الليبل برضو، وادي الكولا كلها طلعت. طبعا برضو الكولا بتتفك عشان نكون منطقيين مع بعض، الكولا برضو بتتفك اهو، هتشوفوا بس الخيط بتاعها ماشي ازاي، وتبتدوا اللي انتوا تلفوا الايه الخيط، يعني هي مش بتترمي او ان هي قطعة مهملة، لا هي قطعة بتتفك وممكن تطلعي منها خيوط اهو تمام، سواء بقى الخيط ده للتقفيل، سواء الخيط ده ممكن نشتغل بيه على حسب السمك اللي هيطلع، بس هي مثلا طالما هي طالعه مقطعه كده فهو بيبقى للتقفيل، كل ده خيوط للتقفيل. نطلع بقى موالي الكولا دلوقتي ويلا بينا على الكتاف. كده احنا فكينا الكولا بتاعت الدريس نفسه، واختصارا للوقت لان هو بصوا مقطوع اهو، يعني احنا خلاص اتاكدنا انه مقطوع، فهقص طبعا القص بتاع الكتاف مش هيأثر على اللي هيطلع من الدرس نفسه، لا عادي جدا. طبعا احنا عارفين ان هو خلاص بقى ايه مش متجمع من هنا، طالما مش متجمع خلاص قصي براحتك، بس مش اوفر يعني، زي ما انتوا شايفين على طرف السرفلة بالتكة اهو.
الدرس دلوقتي بقى وش وظهر وكمين والكولا، كل حاجة بقت مستقلة بذاتها زي ما انتوا شايفين كده، وده اللي احنا عاوزينه دلوقتي. بقى يلا بينا نفك قطعة، والباقي بقى انتوا هتعرفوه لوحدكم. تمام، انا هفك معاكم قطعة واحدة بس، ولكن الباقي هفكه طبعا لوحدي. هفك معاكم القطعة اللي هي اهي قدام دي، طبعا مفروض ان هي يعني ارخم حاجة لان بيبقى فيها الحرجة. تمام، هشوف الاول هعمل بالطريقة دي زي ما وريتكم كده في الاول، اهو شايفين يطلع كل الحاجات اللي هي الزيادة دي بالشكل ده كده. تمام، هي كلها خيوط طالعة اهي، وده طبعا حردة الكولا دايما بتكون مقطعة عشان نكون فاهمين. يعني الدرس ده مثلا وزنه مثلا كيلو، اعرفي ان فيه 100 جرام ضيع او 150 جرام ضيع يعني. اوكي، فانت احسبيها خيوط بالشكل ده كده اهو، هيفضل يطلع يعني ايه مقطع الخيط بالشكل ده. طبعا مش كل الحاجات احنا بنفكها ونرميها كلها ناخدها خيط، في حاجات زي البنطلون مثلا او زي البلوفرات احيانا انا باخد الظهر زي ما هو وبرجع اعمل الوش. طبعا كل اللي فيه كولا ده هيفضل يطلع مقطع، تمام، اللي هو بطول القطعة كده. ان هي بقى بصوا تبقى محتاجة توصل لحد هنا بقى الجنب التاني من الخيط او من الكتف. وزي ما انتم شايفين خلاص بقى الدرس دلوقتي اقدر الف كده بكر، خلاص كده اتجوزنا الحردة. تمام، فهي خلاص بقى بقت قطعة الفها كلها كده وعادي، خلاص مفيش اي وجع دماغ، براحتي بقى. شايفين مفيش اي قطع في الخيط، وده بس بسبب ان الجوانب زي ما وريتكم كده شايفين اهو، وفتلة حلوة قوي مدموجة على اتنين، تحفة تشتغلوا بيها اي حاجة. وبس يا حضرات زي ما انتم شايفين ده كانت طريقة فك قطعة مصانع نعمل بيها قطعة، ان شاء الله هتشوفوها الفيديوهات الجاية. ولكن اهو جبنا خيط من مفيش وكلهم على بعض كده 25 جنيه، طولة بال بس، وهتطلعي منهم احلى خيط. اهم حاجة انه ما يكونش متسرفل، السرفلة زي ما شفنا بتقطع الخيط، فاهم حاجة انه ما يكونش فيه اي سرفلة، وهتطلعي خيط بكمية رهيبة زي ما انتم شايفين مفيش اي تقطيع ولا اي حاجة. هلف بقى الجزء ده والجزء ده كمان وكمان الكمين والكولا، وهوريكم كمية الخيط اللي طلعت من الضرس ده. ترى وادي كل الكمية اللي طلعت، بكرتين الضخام قوي دول وكمان البكرتين بتوع الاكمام وشوية اللي هما الرتوش والتوصيلات اللي كانت موجودة، وهم دول تقريبا الهد اللي موجود، يعني ممكن نزيد بكرة صغنطوطة زي كده وبس خلاص على كده. طبعا كل دول 25 جنيه، ففعليا رخاص جدا. البكرة الواحدة شوفوا بتعمل قد ايه، وفعليا بيكون سعرها اوفر قوي، فما بنقدرش نحصل الا على الاستوكات والغلطات اللي فيها، فاستوك بستوك يعني اللي ما يقدرش يشتري عنده مثلا حاجة قديمة وحابب يعيدها يعمل الحركة الحلوة دي، ده مش عيب ابدا. انا فعليا عندي كذا حاجة عاملاها بالاسلوب ده وبطلع منها احلى شغل، وزي ما انتوا شفتوا الكاردي ده كان برضو من خيط فعليا حاجة ثريفت انا لبستها كتير وبعدين فكتها وعدت تدورها في حاجة مختلفة تماما، فمش مشكلة خالص. وكمان هعمل منها القطعة تريكو، تحفة بصراحة والنتيجة طالعة خرافية،
وطبعا هتكون حاجة رجالي، يعني جبنا دريس حريمي 100% وسستمناه بشكل مختلف تماما، وكمان هيكون رجالي، فحاجة مميزة جدا. ولو ما قضاش الخيط هروح اوفق اي حاجة صغيرة كده، وهعمل اي تركاية في الشغل بتاعي، وبرضو مش هيبان اللون. الكاردي ده برضو كان متوصل بالوان مختلفة في الكابشو بتاعه في الاكمام، وطلع تحفة فنية. وزي ما انتم شايفين شكله والنتيجة بتاعته، غرزة عادية وغرزة عدلة، تحفة بجد. ومتحمسة جدا كمان ان انا اخلصه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وتركاية وطريقة مختلفة تماما. لو عجبكم اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، باي.